حصريا على موقع مارادونا.com. دي جي احمد المنسي ريميكس. ناويينكم بلا فنية معانا يا رب بنترقب ده حكاية جاردي اندي بيتكلم كده عربي مكسر ممنوع دخول البيتش كابلز بيتعذب ومكشر شادد عضلاته علينا بكلامه بيشلم فينا احضرنا ما انت بنعمل ايه جايب حكاياته ايه رزينا عايش نفسه بحوان قلبه تخرب في كلام عامل فيها بيتهوفن واسمه كابور شاروخان مين ما بهبش الراجل معروف راجل لو قد الحرب انكشت في طريق ابني لي مطب لو تبني لي مليون سد مؤمن بالله طول ما انا بسعى اصلك مع اي حرب لو عامل فيها بتجري راكب الكل في الساحه بتجري فكك من شغل الاوهام ده احنا بقربك وبندي هدفح مواجلك ماشي لو العده فيها بقماشه اشويها سويها على نار هديه يا فرخه نمره يا بكاشه على موقع مارادونا.com